جيد في خلال فعاليه هذا المعرض الفلاحي. ومن بعد كما شفتوا كانت عندنا ندوه حول القضيه الوطنيه اللي اثرها الاستاذ نور الدين بالحداد. ومن بعد ان شاء الله الرحمن الرحيم كاينه كما تحضروا معنا دابا ان شاء الله السباق ديال السلوكي، من بعد الفروسيه ديال تبوريضه. ومن هذا المنبر كنشكر الاعلاميين اللي حضروا معنا، وكذلك السيد ممثل عامل صاحب الجلاله، والساده الرؤساء البرلمانيين ورؤساء الجماعات ورؤساء المصالح الخارجيه اللي حضروا معنا، وكذلك المجتمع المدني والساكنه والشركات اللي عرضت المنتوجات ديالهم خلال المعرض، والجمعيات اللي اشتغلت معنا خصوصا جمعيه بيع المدخلات الفلاحيه. كما حضرتم معنا الاخوان، الندوه اللي تم التاطير ديالها من طرف السي نور الدين بالحداد استاذ جامعي من الرباط، واختصاص ديالو هي القضيه الوطنيه والصحراء المغربيه. الموضوع ديالي اللي كان هي القضيه الوطنيه، السيد اللي عرف بالمنطقه وكذلك بالدور ديال، تكلم على معركه واد المخازن اللي كانت في المنطقه ديال القصر الكبير، والدور ديال المجاهدين ديالنا ديال المنطقه اللي ساهموا في طرد المستعمر من المنطقه ديالنا. ومن هذا المنبر كنشكر الاستاذ نور الدين بالحداد على الحضور ديالنا لهذه المنطقه ديالنا، وشكرا. شكرا.